أنا آسف بس ما فينا نأجل هي الروحة لوقت تاني؟ بترجاكي ماما خلينا نروح بعد عرس لاكشمي. كتير مهم أني ضلني هون، وكمان أنا ما بصدق هي الشغلات لأني بعتبر كل هي الأمور كذبة ليتلاعبوا فينا. مجرد كذبة؟ أنا بتقبل أنك ما بتصدق هي الأمور وبتعتبرها كذبة. معقول ما بتحترم الطلب اللي طلبته منك؟ أنت ما فيك تعمل هذا الشي كرمال أمك ريشي؟ كل هاي المشاكل اللي عم تصير معك ابني عم تخليني ضل خايفة عليك طول الوقت وفكر فيك. ليك اسمعني، إذا أنت بأمان لاكشمي رح تكون بأمان. كيف؟ ليش شو دخل لاكشمي بهالقصة عمتي؟ ليش؟ إذا ريشي تعرض للخطر مو لاكشمي اللي رح تخاطر بحياتها لتنقذه؟ تخيلي إنه لاكشمي تفقد حياتها وهي عم تحاول تنقذه. لهيك أنا بدي لاقي حل أخلص من الخوف. خلينا نسكر على الموضوع، أنا ما بدي خاطر أبداً، ومشان هيك بدي روح لهونيك بأقرب وقت. ريشي عم استناك، خلص ونزل. استني دقيقة بس ماما، خلينا ناخد لاكشمي معنا، هيك منكون مطمنين عليها. الحكيم نصحني إنه أنت بس اللي تروح. ريشي فهم علي، المشكلة فيك أنت. يلا جهز حالك ونزل. ابن ريشي ما بيحترمني أبداً، واليوم حتى الأم ما احترمتني ولا وافقت على طلب. بس عمتي ما كانت تتعاملني بهالطريقة، هي دائماً بتلبي لي كل طلباتي. شو اللي اختلف اليوم؟ ما بعرف شو القصة، بس لو شو ما كان الموضوع ريشي رح يبعد عن لاكشمي وهالشي بيكفيني. نحن رح نسافر. موفق برحلتك عن إذنك. ليش ماما عملت هيك؟ ولا مرة عملت هيك شغلة من قبل، مع أنه سبق وتعرضت حياتي للخطر. بس هي ما كانت تجبرني روح على الدار، بس اليوم هي تصرفت بغرابة. متأكد أنه في سبب ما عم تقوله. مرحبا، كيفك؟ تفضلي. حبيبتي كيفك اليوم؟ مرحبا. أهلين حبيبتي. أهلين. رح ننبسط فيكن إذا بتفوتوا لجوا. لا يا حبيبتي، غير مرة، في شغلات كتير بدنا نعملها. سيلفي لسه ما أجا، قصدي زوجك. لا شو بدي قلك، اول شيء قال لي انه رح يروح معنا، وقلت للكل انه رح يجي، بعدين هو غير رايه وبطل يجي. طيب كيف بيعمل هيك يا مرت اخي؟ قولي له اذا ما بيجي على العرس ما عاد حاكي. انت لازم تحكي له هالشي بذات نفسه، وقتها بتشوف كيف رح يجي لهون بسرعه، مو هيك ماما؟ شو رايكم نمشي؟ يلا. شو؟ وليش قررت تسافري؟ ليش عندك مانع؟ لا مو هيك قصدي، يعني ليش يكون عندي مانع؟ بس خفت عليكي. نحن قصدنا صاير معك شي بنتي؟ انتي ما ذكرتي اي شي عن السفر مبارح، هلأ فجأة خبرتينا، يعني قرارك غريب شوي. حماتي كل شي بيصير معنا فجأة، وهي الحادثة كمان صارت فجأة حماتي. خلص فيكن تفكروا انه هاي الرحلة كنت عم خطط لحتى روحها من زمان. ريشي نفد بحياته، لهيك أنا حابة أسافر مشان زور الدار بأسرع وقت ممكن. شغلي منيحة كتير إنكم رايحين على الدار يا بنتي، خاصة بعد ما نفد ريشي من اللي صار. أنا معك بكل اللي عم تقولي، بس يلي بدي قلك إياه إنه معقول تسافري وما تحضري العرس؟ شو قصدك حماتي؟ أنتوا كلكن هون، لو سمحتي خلص أنتي تكفلي بكل تحضيرات العرس، وغير هيك نحن رح نرجع بنفس يوم عرس لاكشمي. أنا متذكرة وعدي كتير منيح ورح نفذه، أنا رح أسلم لاكشمي العريسة بإيدي، بس أنا لازم روح هلأ. بس استني شوي. اسمعني، أنت ليش عم توقف بوش روحتي عالدار؟ لا تجادلني بهالموضوع. كل اللي عم أعمله أنا توصلت له بعد تفكير كتير. بكل الأحوال دائماً كنت أعمل واجباتي تجاه العيلة، وهلأ كمان رح أعملهم. أنا ما رح أقصر أبداً، بس اليوم لازم أقوم بواجبي كأم،
وبخصوص تحضيرات عرس لاكشمي أنا واثقة فيكن كتير ومتأكدة إنه رح تتكفلوا بكل شيء. أنا رايحة. بس ماما قليلي شو هالموضوع؟ برأيك هلأ وقت هاي الروحة؟ لسه هلأ قالت لنا إنه هي لازم تقوم بواجبها كأم، وأنت بتعرف منيح قديش بتخاف على ريشي وهي طول الوقت بتضل تفكر فيه. أي أم بمحلها كانت عملت نفس الشي وخافت على ابنها بعد الحادثة، هالشي طبيعي. إذا إحساسها عم يقلها أنه لازم تعمل هيك من شان ابنها فخليها تعمل هيك. لا ما قصدت هيك، طبعاً هي فيها تروح إذا بدها، بس ليش بالذات اليوم؟ لهيك أنا شايف الموضوع غريب. ما في شي غريب، قلب الأم ضعيف كتير وقت الموضوع يتعلق بابنها، وهلأ كلنا رح نركز على تحضيرات عرس لاكشمي وفيكرانت، لأنه هاي المرة نيلام وريشي ما رح يكونوا هون. اسمعيني انت ما تقلقي، نحن جاهزين رح نحضر للعرس وكل شي رح يكون ممتاز، وانا رح اشرف على كل شي، ما رح خلي بنتي ينقص اي شي بيوم عرسها. شكرا لك. أنا بتمنى إنه ما تنصاب لاكشمي بأي أذى من اليوم وطالع، هي نقية وقلبها طيب، بتمنى ما يوقف شي بوجه زواج ابني ولاكشمي، لأنه لاكشمي بتستاهل تكون سعيدة. لا أنسى لاكشمي حبابي كتير وأحلامي رح تتحقق بعد ما أتجوزها، بتمنى الأيام الجاية تحقق كل أحلامي اللي خططت لها. تعبنا حتى لقينا بنت منيحة مثل لاكشمي، أول ما تتجوزوا لفيكرانت رح ترجع السعادة لعيلتنا والأمور كلها رح تكون أحسن. نمشي؟ أي يلا. شو بكي؟ قولي شو صار لك؟ أنسى لاكشمي أنت منيحة؟ دعست على شوكي. أنت لازم تعدي، امشي معي على مهلك. انتبهي. عدي يلا عدي هون. يلا عدي على مهلك شوي شوي. خليني شوف شو صار لك. وين وجعك؟ إذا ما عندك مشكلة فيني ساعدك. ما في داعي أنا منيحة. بس ليش؟ فيكرانت هون خليه يساعدك. لا ما في بلا. وليش لا؟ من هلا ورايح لازم تتعودي، هو المسؤول عنك. فيكرانت يلا صلي الشوكة. ساعدها يلا. يلا. أنا انت منيحه؟ ايه انا هلا رح كب الشوكه. اها ايه يلا كبها. طلعي سالوني.